رب يا رب المية تقطع المية تقطع انت مخطوف في ارض اللواء بص يا معلمين لو ما اتكلمتوش وقلتوا الكنز فين انا هغرقكوا هنا انتوا عارفين واقفين فين حط سمك صح لا ده الطرنش الرئيسي بتاع جزيره الظلماز انتوا مش شايفين الكاكيل على وش الميه غرقوهم في الكاكيل استنى يا عم انا عارفه الكنز فين كنت بعدي كل يوم وانا رايحه لخالتي اودي لها الطلبات بشوف طلعهم بقى اللي هيغرقوا طلعوهم من الكاكيل استنى يا البتاعة دي مش نافعة بايظة عرقت ايدي خدوه طلعوهم من الكاكيل يلا ركز معايا هتفضل ماشي كده جنب الشعب لا تحاول يمين ولا شمال ماشي؟ ماشي هيقابلك نجمة كبيرة واخطبوط كبيرة عديهم بعد كده فوت أول يمين لأ تاني يمين لأ تالت يمين لأ بعد كده هتلاقي الطريق كده أخدك اتجاهين ها خد بالك اتجاهين بعد كده هتلاقي علاء اسأله علاء مين؟ علاء الكابوريا طب أنا هسأله إزاي والبتاع بتاعت التنفس دي في بقي مش هعرف أتكلم ثانية واحدة ثانية واحدة يعني أنت لو بتاعت التنفس مش في بقك هتسأل الكابوريا والكابوريا هترد عليك اتسحلت في القصة يا بهجة ما احنا في عبس يا جماعة عبس احنا في مصيبة عبس كلام كتير قدام الكبير ومفيش احترام قاذورات في جزيرة الظلماز بص يا فشوخة الشيخ بص يا فشيخة انت قدامك مهلة انا مش قادر احددها دي بس لو ما رجعتش بالكنز في خلال المدة اللي انا مش عارف احددها قد ايه انت عارف بقى بدل ما تغطس في الميه هتغطس في الميه لا لا خلاص خلاص يا سيد البحار وخلي بالك لو غطست في الميه وحاولت تتصل بالبوليس هجيبك مش هيحصل يا سيد البحار وحاكمها Thank you.